بطل مصر حبيبي مستعد للفايت؟ فايت تدريبي مستعد للفايت؟ تمام يا شباب، زي ما قرب من زميلك احترام معاه. زي ما احنا عارفين طبعا القواعد يا جماعه، اكتر من 3 ضربات لا، يعني لو ضربت ضربتين ادافع ثم هاجم تاني، بلاش ضرب في الوش لان احنا لسه بنتمرن. تمام، عايز فايت واقعي وعايزين نخاف على بعض شويه. ها، وضع الاحترام يا شباب. كوشي تين، رد وضعك، اهدى شوية، وضع الفايت. كوشي باك. لا، عايزين نخاف على بعض، كوعك كان جاي في وشه يا استاذي، ركز. تمام، عايزين نهدى يا جماعة. يا جماعة بلاش عشوائية، اهدى، مش لازم كل هجوم عشان النفس بتاعي. ها، كوشي ارجع الحلبة بتاعتك. انذار انذار، ارجع مكانك. ها، كايشي ايوه، هاجم في نفس التوقيت ده. خد مكانك، خد نفس كويس، بلاش نهاجم مع بعض في نفس الوقت. يعني اهدى، زميلي لو ضربه والضربه ما جاتش فيا اهجم انا عليه بقى، خليني صياد نقط، مش لازم نعور بعض. ها، خد نفس كايشي. باك، مش لازم تروح في اخر الدنيا. كايشي اوبس، خلي بالك، هذا الاستعداد، عايزين نشوف رجل شويه. كايشي باك، خد نفس، غير مكان. خد نفس، وضع الفايت. كوشي ارجع باك تيم. كوشي هلا، بلاش الوجه. اهدا، اوه ارجع ارجع، سليم بخير، اذا كل زي الفل. تمام ماشي، الجوله الاخيره دي يا رجاله، مبسوط منكم بجد عشان نقضي على حاجز الخوف. برافو، خد نفس، نفس كويس. ها، جاهز كوشي الركلة الأمامية اللي قدام عشان تبعده عنك. أيوة كده باك، خلي بالك الوجه سليم، عشان كده بنقول الإيد عند مستوى الوجه علشان لو حاجة جت في وش الحقها يعني. ها، آخر جاء، خلاص أهو فايت. إيه إيه، أنا لعبك طال شارع ولا إيه؟ كايشي باك، بس عفارم عليك يا بطل، عفارم عليك يا بطل. طبعا يا جماعه احنا بنلعب، سلام على زميلك يلا، علشان طبعا نقضي على حاجز الخوف. يكفيني بجد ان هم داخلين مع بعض ومش خايفين مع بعض على بعض خالص، قصدي انا مش خايفين من بعض، ركلات شغالين، لكمات شغالين، ويلا سلام للخوف.